صلاح محمد الهوني، متجوز، عندي ولد وبنت. في يوم 19/3 سنة 90، لما جيت أنا دخلت البيت ما قعدتش، جات جوزتي جابت لي الغداء، ضرب جرس البيت، طلعت أنا بحثت من الباب من العين السحرية ما شفتش حد كانوا موجودين منها. فتحت الباب ومسكوني، شرطوا لي القميص متاعي، طلعوني برا من الباب، لقيتهم 6 أنفار كلهم بكلاشينات ومسدس، مسدسات. نزلوا لي تحت من العمارة، هم جروا فيها جر قدام الناس، والجوسي تم تصرخ عيط شن فيه، ما عادش سمعت. أنا نزلت لقيت واخذين أخويا حاطين رهينة في السيارة. أخويا يقول لي شن فيه؟ قلت له ما في شيء، خلاص شوف الأولاد، شوف رد بالك من الحوش وخلاص. وأنا دخلوني المكتب بتاع تحقيق، لقيت فيه جماعة يحقوا 2، واثنين هذو حاطينهم للضرب. لا تعرفي، كان أسئلك ما تعرفيش تجاوبي من قوة الضرب، ومن وياخذوا معلومات اللي يبغوا منك، اسمك وكذا وش ندير وش كذا. قعدنا الفترة هذه لغاية الصبح، كانوا هم يحقوا معك، يجي من لاورة من وراك من هنا ويجي يضرب في الضربة. أنت تقضي ثواني ما تشوفوش اللي حقق معك، وهم يريدوا دليلها بمزح، يعني مسخرة، ويقول لك ريحه، يعني ريحه معناها اضربه. تقول لي خلاص، هذا انت تقول لي ريحني معناها خلاص، قال لك ريح معناها اضرب الشخص. والضرب بالكف وبالبوني، يعني اثناء التحقيق هذا اللي يخش بسليم الا من يطلع ربك، ما يطلعش حد ثاني. كان يوم جمعه، نتذكر انه يوم جمعه جانا الفطور وجانا الغداء. انا في قاطع 3، الحادثه صارت في قاطع 4، حجرة 9، وخشوا القضاء 4، نسمعوا في الأصوات ونسمعوا في الهرجة، مشكلة كبيرة. قعدنا ننتظر وش فيه، مش خاطر علينا أن في ناس طلعوا على الحرس. بعد نص ساعة تقريبا من مش عارفين شيء، عرفنا أن في مشكلة. بعدين فتح علينا القاطع، فتحوه السجناء وفتحوا علينا الأبواب، كسروا الأكفاء. فهذه أول مرة نشوف بعضنا كسجناء. القاطع رقم 4 يشوف القاطع 3، القاطع رقم 5 يشوف القاطع 3 و5 و6، وشفنا بعضنا. بعدين عرفنا أن في تمرد، في مش تمرد، هم ناس كانوا عايشين عيشة الموت البطيء. فنحن ما قعدناش بعد ما الفجر ساعة ونص تقريبا، سمعنا إحنا السيرينات والرصاص، فعرفنا أن فيه تصفية جماعية. فكلمنا واحد شخص من ضمن العسكرية اللي قاعدين غادي، قال ما حد يتحرك خير ما أنتوا كلكم حتضيعوا، سلموا أحكامكم لله وثبتوا في مكانكم. بعد 3 أيام وإحنا قاعدين في الحجرة، حطونا بعد ما حولونا من الحجرة الكبيرة، قعدنا في حجرة، كل واحد في حجرة، كل مجموعة في حجرة قصدي، شمينا رايحة من الحجرة، أقسم بالله العظيم 3 شموها جماعة كلهم رايحة متاع الموت هذه. بعدها بشوية جابوا السيارة اللي تبخ بالنافتة، ودي بخوا في المنطقة هذه كلها، خشت علينا النافتة، عندك اللي قعدنا نكموا في عيوننا، من كان يدمع عيوننا منه. فالريحة متاع الناس الموتى هذه طلعت علينا منه. جوني أسرتي زيارة قبل نطلع بشهرين 3، بعد 12 سنة. هو قلت لك صلح الحبس ويبي يصلحوا الوضع بعد الكارثه هذه نتاع المصدر هذه، اسمحوا لنا بزياره. فدروا لنا في سجن اسمه عين زاره، شلونا من بوسليم لعين زاره، شوفوني اقاربي واولادي. ومره جتني زياره فيها دبش، حط لي فيها صوره اولادي واولاد خويا، ما عرفتش بنتي من بنت خويا او ابني من ابن خويا، هم الاربعه حاطينهم. إلا في آخر لحظة جابوا ضي، لقيت كاتبين لمية صلاح، كاتبين محمد صلاح، إنهم هم ضم أبنائي.